الجواب. هذا الأخ الكريم أولا قبل أن نتوجه إلى شطر قضيته الأولى فنأتي إلى القسم الأخير منها، أنه يقول أنه متندم ويتهم نفسه أن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، وهذا الندم بحد ذاته هي النفس اللوامة. الله تعالى يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس هذه التي تلومه على المعاصي والآثام، أو النفس الأمارة التي تأمره بالسوء إذا لم يبرئ نفسه كما هو الآن في ساحة هذا الأخ الكريم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فإذن هذا يعني فيه خير عظيم بفضل الله تعالى، فيه خير عظيم لأنه هو متندم، ولأنه يخشى العاقبة، ولأنه يخشى سخط الله سبحانه وتعالى، ولأنه يعلم أن الطريق الذي يمشي فيه خطأ. فيعني القسم الأول من أمره الحمد لله أنه متنبه، لأنه هناك كثير من الشباب والشابات كذلك من يذهبون إلى الذنوب والمعاصي والآثام ولم يدركوا أنهم على خطأ، ولم يدركوا أنهم على حافة النار والعياذ بالله، ولم يدركوا على أنهم في الخطر العظيم، بل يظنون أنهم على خير، أو أنهم يعني غارقون في الشهوة، سكرتهم الشهوة ولم يستيقظوا منها بعد، فلذلك هم يعني أخطر من هذا الشاب، لأن هذا الشاب هو منتبه ومتندم، إلا أنه لا يستطيع أن يقلع عن هذا الذنب. وهذا هو الشطر الآخر أو الشطر الأول من سؤاله ومن قضيته، كونه لا يستطيع ويرجع إلى الذنوب والمعاصي والآثام، فلا بد أن يعرف ما هو السبب، لأن لكل نار دخان، يعني لا يوجد دخان بدون نار. فما هو السبب الذي جعله يفعل هذه الذنوب والمعاصي والآثام؟ يبحث، يعني إذا كانت هناك شهوات يبحث، هل هو مثلا يتسبب في تلك الشهوات، يطلق عنانه في النظر المحرم، يتابع الأفلام الخليعة، يذهب مع أصدقاء السوء الذين يجرونه إلى الزنا والمعاصي والآثام، يصارق الفاسدين، المرأة تصارق الفاسدات، وكذلك أيضا يعني يتابع قصص الغرام والحب في الأفلام، وهي تتابع أيضا قصص الغرام والحب في الأفلام، ثم بعد ذلك تريد أن تطبقها على أرض الواقع، ويعني كذلك البعد عن القرآن الكريم، كذلك البعد عن مواطن الذكر. الله تعالى يقول ومن يعش، هذه قضية مقدمة رتب الله تعالى عليها نتيجة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذا الإنسان يحسب أنه مهتدي، لكن في الحقيقة أن الشيطان معه بسبب الغفلة، بسبب ربما أيضا عدم المحافظة على الصلاة، عدم الاستماع إلى الذكر، الاستماع إلى فنون الموسيقى والأغاني التي تهيج العاطفة، ويعني يستمع إلى هؤلاء، يعني الذي يعني لا يستمع إلى الأناشيد التي تدعوه إلى البر وإلى بر الوالدين وإلى صلة الأرحام وإلى يعني التسامح، وهي كثيرة جدا سواء كانت باللغة العربية أو بالإنجليزية كثيرة، إنما يستمع إلى أولئك الماجنين الذين لا هم لهم إلا الشهوة فقط. فإذا هناك أسباب معينة، إن ابتعد عن تلك الأسباب وأخذ بحجزة الذكر والقرآن وجعل معه رفقة غيبية تذكره بالله تعالى، مهم جدا الرجل يجعل له رفقة غيبية، صديق يجلس معه يذكره بالله سبحانه وتعالى، مهم جدا، أو رفقة وأكثر من صديق، صديقين ثلاثة يجلس يختلف إليهما ويختلف مع إليهم ويجلس معهم ويعني يذكرونه في الله سبحانه وتعالى، فيكون قوي. المؤمن قوي بإخوانه، قليل بنفسه، ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه. وكذلك المرأة التي يعني تجعل لها رفقة غيبية، امرأة مؤمنة تقية صالحة برة، تدعوها إلى الخير وتدعوها إلى الذكر وتدعوها إلى الإيمان وتدعوها إلى التذكير عن الغفلة وعن المعاصي وعن الآثام وتبعدها عن أصدقاء السوء. فإذا فعلت ذلك فإنها يعني لا شك أنها تكون قوية، تتقوى هكذا. يعني هذه كلها أسباب، يعني أول لابد أن نعالج الأسباب، وكما قالوا التخلي قبل التحلي، تريد أن تتحلى بالإيمان والتقوى والبر، تخلى عن الذنوب والمعاصي والآثام. إذن ابحث عن الأسباب، ما هي الأسباب، اقطع تلك الأسباب، ثم بعد ذلك استعن بالله سبحانه وتعالى واستغفر الله عز وجل،
واذكر الله سبحانه وتعالى، بل قبل ذلك أيضا اذكر الله سبحانه وتعالى واستعن به، فإن ذكر الله تعالى أول شيء، ولذكر الله أكبر كما قال الله عز وجل. فإذا هذا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هذا هو هذا الاستعانة بالصبر والصلاة، الاستعانة بالذكر، الاستعانة بالقرآن، الاحتفاظ بالرفقة الغيبية التي تذكره بالله، الابتعاد عن مواطن الشر، شغل النفس بالشواغل. مثلا يعني إذا كان الإنسان يعني جلس وحده يفترسه الذئب، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية البعيدة التي ليست مع القطيع، فأنت اجلس معه يعني لا تجلس وحدك يفترسك الشيطان، إنما افعل لنفسك أيضا أنشطة وحرك نفسك في المجتمع، حرك نفسك مع أهلك وأقاربك وأرحامك، كن فاعل هكذا، والله تعالى يعينك ويوفقك لما فيه خير.